بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للأعشاب الطبيعية، شخص يعاني من خوف وقلق. قبل استعمال الأعشاب الطبيعية في ضد الخوف والقلق، أولا هو الرقية الشرعية، الرقية الشرعية من القرآن والأذكار النبوية، يعني الذكر والدعاء ضد الخوف والقلق. وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه أذكار جيدة ضد الخوف والقلق. بالنسبة للأعشاب، فيه الزيزفون مثلا، الزيزفون جيد ضد الخوف والقلق. الزيزفون، لوتيول باللغة الفرنسية، لوتيول الزيزفون. كذلك في عشبة القلب جيدة، الميل بيرتوي، عشبة القلب. كذلك ضد الخوف المغنيسيوم، كذلك المعدن المغنيسيوم مع فيتامين B6 جيد ضد الخوف والقلق. وفي الأخير ضد الخوف والقلق من الأعشاب، كذلك جيدة للخوف والقلق، الزعرور الشوكي، الزعرور الشوكي لوبيبين باللغة الفرنسية، لوبيبين الزعرور الشوكي، جيدة ضد القلق والخوف.